ثم رفع الرداء قال كله. 3000 مقاتل يأكل ويقول والله ما شبعت مدى عمري. من أنت؟ من أنت؟ لماذا لا يؤثر على قلبي سيدي، على قلوب هؤلاء الكفر الفجرة المنافقين؟ ليش ما أثر هذا؟ بعد في مسير يلتفت يشوف 3-4 من أصحابه قاعدين يحركون جمل وهو ضاوي على الأرض لم يحرك. قال ما به؟ قالوا سيدي إنه عجوز كبير بالعمر، ثانيا ضعيف، قال ناولوني شيئا من الماء، فتمضمض فيه رش على عنقه وعلى ظهره، فقام يقول صاحب الجمل ما رأيت بعد هذا اليوم هذا الجمل ينام أو يحس بالتعب. من أنت يا رسول الله؟ من أنت؟ ناقته سميت بالعظباء. الأعظب عندنا إحنا شنو بويه؟ اللي إيديك صار إدي بيهن خلة فيهن خلل. ناقته سميت بالعظباء يعني إديها قصار، يصير إذا صير قصار يصير مثل الكنغرو؟ لا، يقولون للإعجاز الذي حدث فيها. شنو الإعجاز اللي حدث فيها؟ إذا علا قصرت يداها، وإذا نزل طالت يداها، حتى لو تنزل من شاهق 100 متر إديها يصير 100 متر، 10 متر 10. ليش؟ يقولون لكي لا يتحرك جسمه إلى الانحناء لغير الله. ها؟ جسم النبي ما انحنى أبدا، بس تعال شوف رأى مجموعة يدقون ويرقصون ويطبلون، شال عائشة حطها على كتفه حتى يجي أبو بكر يقول لها ركضي حتى لا يشوفنا أبو بكر. هذا نبي نحكي عليه؟ هاي الزعرة اللي شايفينها عندهم وعد أسيادهم يحطونها بنبينا، ليش بوي؟ لأنه ساكتين، لأنه ما نعرف. هاي المشاكل اللي قاعد نعاني منها. بعد تعال شوف تأثير على النبات. حليمة السعدية تقول أصابنا القحط والجفاف، وأقول لكم من نفسي قبل أن أبدأ بأرضي وأهلي. تقول كان ثدي الأيمن منذ أن نشأت معيبا وصقيرا وجافا، لكن رضع من ثدي هذا إخوة لمحمد 7 أو 10 غير أبنائها، 3-4 بعد رضعوا، 5-6 بعد رضعوا. تقول لما جاءت المرضعات إلى النبي أمه جف لبنها حينما سمعت بوفاة عبد الله. بعد شنو أبويا؟ تقول لكنما 3 أيام 5 أيام 7 أيام لا يرتضع محمد، فجيء إليه أكثر من 440 مرضعة، عبد المطلب، أهل الثرى، معدن الجود والسخاء، يأتي بأكثر من 400 امرأة طيلة الأيام هذه 4 أيام أو الأسبوع، ويريد وتريد كل واحدة من هؤلاء النسوة يردن إرضاعه فلا يرضع. تقول فجئت آخر الناس، لما دخلت وإذن لما دخلت وإذن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب حزين، عبد المطلب حزين، فأخذته سميت
عنده عرفوني فأعطوني محمدا فأخذته لصدري الشمال اليسار فوضعته فرأيته يدي تتحركان نحو ثدي الأيمن مرة ومرتان ومرتين ثلاثة كلما حاول وأنا أخجل حينما يمد يده إلى ثدي الأيمن إلى صدري الأيمن ليش؟ لأنه أخشى أن يقول لي لا نريدك عبد المطلب يخيب أملي وأنا ما فوقعت منه محبة في قلبي حتى المرة السابعة قلت يا محمد إن كنت تريد أن تفهم أن صدري الأيمن جافا فخذه فوالله ما أدرت به وأخرجته أو أطلعته عليه وإذا به يفور ويشخب لبنا وأنا لم أحد منه قطرة لبن. اللهم صل على محمد وآل محمد. أغمي علي. فصاح عبد المطلب ما الخبر؟ قيل لا شيء. قال هو أم هي؟ قال هو الذي أغمي عليه، هي التي أغمي عليها. حركوها، ما بك؟ قالت إن صدري إن صدري إن صدري إن صدري. كان معها زوجها، قال ما بك حليمة؟ قالت صدري لما نظر سقط. قالوا ما بكم؟ قال إن صدرها جافا معيبا، شفة محمد، وجه محمد، يد محمد أحيت، فمحمد أحيا البوادي. مشوا به بعد ثلاثة أيام. ابقي وأنا. قالت لا، أعطيك. ألبسها، أعطاها. لم تكن في بيتهم إلا شويها واحدة أو معيزة واحدة، يحتلبونها فيغمسون بها خبزهم ويأكلوها. تقول والله كنت أنظر إلى ورائي وإلى أمامي، أما الوراء فأراه مخضرا بعد الجدب، وأما الأمام فأراه جاهزا، الأرض أشوفها جاهزة حتى تأخذ مأخذها. حتى وصلت إلى داري والناس استقبلتني، كرمنا. وجئت إلى شويهتنا، قلت لأولادي ما بكم لا تحلبوها؟ قالوا عجزنا من وضع الإناء تحتها، مو أنه نحلبها، هي تحلب نفسها. فعرفنا أنه محمد. إيش كثر واحد يريد يقول؟ وين يريد يروح؟ أي شيء يريد أن يقول؟ النخلة التي فارقها للخطبة وأخذت تحن عليه ففزع منهم وبقى واقف منهم. قال أتعلمون لماذا يحن هذا الجذع؟ قالوا إن الله ورسوله أعلم. قال يقول لما تركتني وعلوت المنبر فإني فاقد لك. فاحتضنها النبي النخلة، سميت بالحنانة، ها؟ تحن إليك النبات النخيل ولا يحن إليك البخيل. سيدي ايش صار بهم ذول؟ ايش سووا بيك؟ ها؟ من معاجزه القرآن. هاي الليلة وبكرة وبعد بكرة عندنا شهر صفر، بالله ياهو منكم يكون زلمة وتكون امرأة بيت ولا يفوته ختم القرآن بهذا الأسبوع أو العشرة أيام، أنت وأبنائك. بالله يا مركز من مراكزنا في هذا الباب الذي يقول تارك فيكم الثقلين كتاب الله، نقدر نختم ونقول له سيدي الإرث يتقسم بعد الموروث، بعد المورث، وإحنا نريد نقسم إرثنا وناخذ حصتنا. ياهو منا يقدر يختم القرآن، شبيه القرآن، يقول انظروا إلى حروفه، إلى كلماته، إلى ألفاظه، إلى غيبياته، إلى علومه، في كل شيء. بس بالأسف الشديد للمريض نتخذه، للميت نقرأ، لكن لما نأتي إلى الحي، لما من ختم القرآن وهو شاب أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. من ختم القرآن أنسه في قبره، من استمع إلى القرآن أكمل ختمه في برزخه
أو في قبره؟ وين إحنا من ختم القرآن؟ كم سنة عندك؟ كم مرة خاتم القرآن؟ كم سنة إلك؟ كم سورة قرأت وأنست بها؟ كم عمرك؟ كم وقت خليت على القرآن؟ إيش كثر اليوم نلعب بالتليفونات، بالواتسابات، هذا القرآن العجيب الذي نزل على صدره، زين، نزل على صدره الشريف، تارة يقولون نزل دفعيا دفعة واحدة، ومرة يقولون تدريجيا نزل إلى سماء الدنيا، لكن محمد نزل معه أو فيه القرآن، نزل لتبليغ الناس أنا وإنت حتى نفهمه، مو على النبي وما يعرفه وما يفهمه. ويقول أمير المؤمنين كنا في بحر الأنوار وكان يتلو علينا ربنا سورة طه وياسين والنبأ. إذن مو هسه، إذن أين نحن من القرآن؟ أين نحن من السيرة النبوية؟ أين نحن من، يعني في رواية عندنا ذكر أجداد النبي حسنة تدخل الإنسان في من حفظها الجنة وتبعده عن النار. زين، القرآن الكريم، وأنا ما أقدر بعد أوصف لك أكثر من هذا، لكن تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف مات. ها، حتى بالشهادة من تقول شهيد كلها تلو رقابها، ليش؟ ايش اكو؟ اكو شيء؟ اكو عندك مشكلة في قول النبي انه استشهد سمم 7 ايام؟ عمره 63 سنة، عمر النبي 63 سنة، اجا لعد المصلى يصلي، قيل له ان ابا بكر في المحراب، قال خذوني له، فجاء اليه بعظمته اجتذبه واخرجه من مصلى من محرابه، قال اين انت من هذا ومن الذي كلفك؟ هاي الفضوليات اللي تصير صارت بزمان اش كثر. زين، النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وعقد السقيفه، روايات سنه تقول دخلت علينا عائشة بعدما دفن رسول الله ب3 أيام. وين كانت؟ أكو ذاك اليوم في واحد من هذول الشباب، شاب بالمدرسة، يسألون سؤال عجيب غريب، يسأل المعلم كان الظاهر من الجهة الأخرى، يقول له مولانا إذا أنت تريد تروح برا تخلي علينا واحد من الصف، شو تقول له إلا أنت؟ ها؟ مراقب، مبصر، مبصر، مفسر، مفسر؟ قال نعم. قال وتوصيه وتوصينا بالاستماع إليه؟ قال نعم. قال محمد المصطفى خاتم الأنبياء لا يعرف مثل ما أنت تعرف؟ حتى تركنا وراه، حتى عقدوا له السقيفة، قالت روح تجيب الولي مالك، إذا تتربى ببيت بويا تفهم شو تجاوب، قالت روح تجيب الولي مالك، اجا أخذ محمد وراح، قالوا لك قلت لك جيب الولي، الولي تفهم شنو؟ يا أمك يا أبوك، قال له هذا الولي، قال له هذا شنو؟ قال له صديقي، قلت له صير لي ولي وصار لي ولي، قال له شلون هيك يصير؟ قال له مثل ما أنتم سويتوا، خليتوا علي جبتوا لنا عمر وأبو بكر، نصيح هذا الولي تقولون الولي مو شيء، الولي يعني اهل جبتوا حطيتوا عليكم، انا هسه اقول لك هذا بجان ابوه. بعض الاحيان لعبه اطفال يلعب بالدين، تلقفوها يا بني اميه، تلقف الكره، تلقف الاطفال للكره، فوالله لا من جنه ولا من نار. ها، سمم النبي صلى الله عليه وسلم بمن سمم؟ بكتف جاءت به إليه، ياهي جاءت إليه امرأة، أنا ذاك اليهود على مشاطرة كانوا مع النبي، زين، وما يردون دينهم يروح منهم، فجاءت إليه فأكل منه، سمم 7 أيام ضعف جسمه.
الروايات اللي يروونها في مقتل النبي. فاطمة، علي، أم سلمة، الحسن، الحسين، سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، ذول اللي كانوا. الحادثة التي حدثت للنبي، أنت تعرف النبي من يموت بمكان ما فيك تشيله لعد مكان آخر، يكون يغسل، يكفن، ويدفن في ذلك المكان، ما تقدر تشيله تحطه بمكان آخر. الأئمة لا، الأوصياء لا، وخاصة خاتم الأنبياء، إن لم يصدق على أحد هذا القول فخاتم الأنبياء من صفاته الأرض التي يموت فيها يدفن فيها. زين، صار الموعد، ياهو اللي حول الجسم الشريف، آخر لحظات، آخر أيام النبي، وكان من شدة الألم والوجع، واي كان موجوع. ها، بعض الأحيان الإنسان يشوف ابنه، يشوف أبوه، يشوف أخوه، يشوف صديق عنده ينوجع، يقول له بيه ولا بيك، يا هل قاعدة عنده قاعدة عنده يتيمة واحدة، إيش كثر عنده، 3 و4 بنات، ظل واحد منهم لا، قتلوا على البنات ذنيتش لو أسولف لك عليهم تموت، غير فاطمة، هذول يقولوا 3 بنات قتلنا قتلا. زين، وكذبنا وشافن المرار، لكن كلهن قلهن سيدتي يا همن كان لتكون ترى ما انحرق بابك، واللي صلى عليك يا النبي يا فاطمة يا علي والصحابة، لكن هذه الغريبة الوحيدة بيوم 6 أو 8 من ربيع يحرق الباب. ايش قالوا لها؟ ايش صار؟ صاح يا بلال هلم علي بالناس فاجتمع الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله متعصبا بعمامته متوكيا على أوسي حتى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال معاشر أصحابي أي نبي كنت لكم. كل واحد يكون مثل النبي يقول أي نبي كنت لكم، وشلون كنت لكم أنا؟ الأبو إذا يقول لك شو تقول له؟ بابا شنو الحكي حبيبي؟ الأم إذا تقول لك شو تقولها؟ الإبن إذا يقول عند أمه وأبوه ونعم البار، ها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ها؟ أي نبي كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ سني مو انكسر؟ شال الحسين ما خلى شيء ما أثر، وكسر سنه عند يزيد كسره، شوف هذا البديل. لكن احنا ايش سوينا؟ تعال شوف اهله شنطه واحنا شنطينا. الم تكسر رباعيتي، الم يعفر جبين، يا هل اخذها منا غير امير المؤمنين يشق راسه، وغير الحسين يضرب بحجر جبينه الشريف. ألم تسل الدماء على حر وجهي أيها محمد؟
حتى انكنفت لحيتي خضلت لحيتي من دم جبيني ألم أكابد ألم أكابد الشدة والجهل مع جهال قومي ألم أربط حجر المشامجة على بطني قالوا بلى يا رسول الله لقد كنت لله صابرا وعن منكر الله ناغيا فجزاك الله عنا أفضل الجزاء قال وأنتم فجزاكم الله ثم قال إن ربي عز وجل حكم وأقسم ألا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة أيوا محمد إلا قام فليقتص من محمد فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سواد بن قيس فقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العظباء وبيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب وأنت تريد الراحل فأصاب بطني فلا أدري عمدا أم خطأ فقال صلى الله عليه وآله معاذ الله أن أكون تعمى ثم قال يا بلال قم إلى منزل فاطمة فأتني بالغضيب الممشوق فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة معاشر الناس من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة والناس تركض من ورائه من الذي هكذا وهو يقول فهذا محمد صلى الله عليه وآله يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة طرق بلال الباب على فاطمة سلام الله عليه وهو يقول يا فاطمة قومي قومي فوالدك يريد القضيب الممشوق أقبلت فاطمة وهي تقول وما يصنع والدي بالغضيب وليس هذا يوم القضيب الممشوق قال بلال يا فاطمة ما علمت أن والدك قد صعد المنبر وهو يودع أهل الدين والدنيا فصاحت فاطمة وغمى لغمك يا أبت من للفقراء والمساكين وابن السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب ثم ناولت بلالا الغضيب فخرج حتى ناوله رسول الله فقال أين سواد بن قيس قال نعم ها أنا ذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال سواد سيدي اكشف لي عن بطنك شنو هاي الحادثة لكن تعالوا شوفوا عدل محمد اكشف لي عن بطنك يا رسول الله أيوة سيدا أيوة نبيا فكشف النبي عن بطنه فقال سواد بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك فأذن له النبي فقبله سواد قائلا أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار فقال رسول الله يا سواد بن قيس أتعفو أم تقتص قال بل أعفو يا رسول الله فقال اللهم اعفو عن سواد بن قيس
كما عفى عن نبيك محمد صلى الله عليه وآله. هذا اللي يجي من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى بالروايات يتشفعون به عند الله. شوف شلون. ثم قام رسول الله فدخل بيت أم سلمة وهو يقول ربي سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب. قالت أم سلمة يا رسول الله ما لي أراك مغموما متغير اللون. فقال نعيت إلي نفسي هذه الساعة فسلام عليك في الدنيا فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا. صاحت أم سلمة وحزنا حزنا لم تدرك الندى مالك يا محمد. ثم قال لها ادعي لي حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة. فجاءت فاطمة وهي تقول نفسي لنفسك الفدا ووجهي لوجهك الوقام. يا أبتا ألا تكلمني كلمة فإني أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا وأرى عساكر الموت تغشاك شديدة. فقال لها يا بني إني مفارقك فسلام عليك مني. ولما سمعت فاطمة ظهرت عليها أمارات الفزع لفراق أبيها فنادت أبي الحسرات. فنادت بالحسرات وأخذت تسأله حتى أغمي عليه. فدخل بلال وهو يقول الصلاة يرحمك الله وخرج فصلى بالناس خفف الصلاة. ثم قال ادعوا لي عليا وأسامة بن زيد. فجاء وضع يده على عاتق علي والأخرى على أسامة. ثم قال انطلقا بي إلى فاطمة. فجاء به إلى فاطمة وضع رأسه في حجرها فإذا الحسن والحسين يبكيان ويصطرخان وهما يقولان أنفسنا لنفسك الفداء ووجوهنا لوجهك الوقام. يقول ابن عباس إن رسول الله في ذلك المرض كان يقول ادعوا لي حبيبي. فجعل يدعى له رجل بعد رجل فيعرض عنه. فقيل لفاطمة امضي إلى علي فما نرى رسول الله يريد غيره. فبعثت فاطمة إلى علي. لما دخل على رسول الله فتح رسول الله عيني وتغلل وجهه ثم قال إلي يا علي إلي يا علي. فما زال يدنيه حتى أخذ بيده أجلسه عند رأسه. ثم أغمي عليه فجاء الحسن والحسين يصيحان ويبكيان. وقعا على رسول الله فأراد علي أن ينحيهما عنه فأفاق رسول الله. ثم قال يا علي دعني أشمهما ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني. أما أنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما فلعنة الله على من يظلمهما. يقول ذلك ثلاثا. ثم مد يده إلى علي فجذبه إليه حتى تحت ثوبه الذي كان عليه ووضع فاه على فيه وجعل يناجي مناجاة طويلة. قال ابن عباس قيل لأمير المؤمنين من الذي ناجاك به رسول الله حين أدخلك تحت ثيابه؟ قال علمني ألف باب يفتح لي ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب.
وقال في الكوكب الدري لما دنت الوفاة من قالت فاطمة أبتا ألا تكلمني كلمة فإني أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا وأرى عساكر الموت تخشاك شديدا فتح عيني وقال بني نعم وإني مفارقك فسلام عليك مني وفي ذلك اليوم التفت النبي إلى أمير المؤمنين ويد فاطمة بيده فوضعها في يد علي وقال يا أبا الحسن يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسول الله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل يا علي هذه والله سيدة النساء من الأولين والآخرين هذه والله مريم الكبرى أما والله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت الله لك ولكم فأعطاني فيما سألت وعلم يا علي إني راضي عمن رضيت عن وعلم يا علي إني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي وملائكة ربي يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن هتك حرمتها وويل لمن أحرق بابها وويل لمن آذى حليلها وويل لمن شاقها وبارزها وهم مني برا قال الشيخ المفيد رحمة الله عليه إن النبي لما ثقل وحضرته حضره الموت كان أمير المؤمنين حاضرا عنده فلما قرب خروج نفسه الشريف خروج نفسه الشريف قال يا علي ضع رأسك رأسي في حجرك فقد جاء أمر الله فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك ثم وجهني إلى القبلة وتول أمري وصلي علي أول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي فأخذ علي عليه السلام رأسا ووضعه في حجره ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم فانكبت فاطمة تنظر في وجهه وتقول وأبيض تستسقى الغمام بوجهه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل فتح النبي عينه قال بصوت ضئيل يا بني هذا قول عمك هذا قول عمك يا أبي طالب لا تقولي ولكن قولي ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فبكت طويلا وأومأ إليها بالدنو فدنت من أسر إليها شيئا تغلل وجهها قال لها إنك أول أهلي أهل بيتي لحوقا بي ثم ضعف حاله وعرق جبينه وسكن أنينه أيوا محمدا أيوا رسولا يقول حتى نظر إلى فاطمة وعلي ثم بأبي وأمي صاح بني فاطمة أخي علي هذه ملائكة ربي هذا جبرائيل هذا ميكائيل هذا إسرافيل هذا عزرائيل
حتى نظر إلى البيت قل أبويا الأب له قربة وفاته بويا بويا الأب له قربة وفاته يركضا يحضنن بنات يا بويا يركضا ويوان يركضا يحضنن بنات يصيحن يا بونا يا حلات يا اي والله يصيحن ابونا يا حلات يا حلات ابونا جارات اخوات يا رحمة للعالمين. ثم ضعف حاله ايوا رسول الله وعرق جبينه ايوا محمد وسكن أنينه أيوا محمد ضعف حاله أيوا محمد جاوبني وعرق جبينه أيوا محمد وسكن أنينه أيوا محمد أيوا رسول أيوا سيداه وفاضت روح الطاهرة رحم الله من نادى ونبياه ومحمدا وأبا القاسم غمض عيونه غمض عيونه وشلله وسادة يا أبو حسين غمض عيونه وشلله وسادة يا أبو حسين بطل ونين المصطفى خير النبي قربت غربت عيني يا ابن عمي واسبل ايدي شوف يدير العين لي انا وما ادري رجلي وجبريل ينعى والفلك متعطل علي والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي بطلي البواجي شعب قلبي يا حزين لازم يا بنت اليوم بيج تفقدي وثوب المصايب عقب عين ابويا تلبسي ومنك يكسرون العدا بالباب ضلع قل اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية عالمغتسل ممدود يا خير البري يا المرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله وشيل الكفن عن ضرته تودع اشباب هذا الحسن مشعوب قلبه انظر الحال وهذا الشهيد حسين عبره تجري يلي تعيلون الثرى دفنوني وياه والله يلي تعيلون الثرى دفنوني اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة راق تصير عيشتنا بلا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني وفي كوكب الدر عن انس بن مالك يقول لما فاضت روحه الطاهرة
فأقبلت على فاطمة قالت يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ ثم نادت يا أبتا سكنت التراب وفارقت الأحباب وأسلمتنا للخطوف وفوادح الكروب. فقال لها أمير المؤمنين أقلي من البكاء وتعزي بالعزام، فإني أخشى عليك أن تكوني من الغالكين. قالت لا تلمني واعذرني، فإن فراق أبي فإن الفراق مر المذاق مر المذاق، خصوصا فراق أبي سلطان الرسل وغاد السبل وحبيب قلبي ونور عيني وسيدي وسنادي وملجئي وملاذي وعصمة أمري وقوة ظهري رسول الله. ثم أخذت قبضة من صعيد قبره الشريف وضعتها قائلا قل صبري وبان عنك عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا إلهي عجل وفاتي سريعا، قد نغضت الحياة يا مولاي. ثم نادت ماذا على من شمت غواليا، قل المغايب تحت أطباق الثرى.